أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وكان الإنسان عجولا. صدق الله العلي.